هلا ما دام احنا بدنا نعمل الترتيب، هذه اول وحده راح تكون هذه اول وحده هون كانها مضروبه في فيكتور، هون في كولوم فيكتور، هاي بعدين هاي بعدين هاي بعدين هاي. ناخذ اول وحده، بدنا ناخذ الار روتيشن حوالين الفا ماينس اي، عفوا روتيشن باي الفا اي ماينس 1 حوالين اكس اي ماينس 1. هلا ما دامها روتيشن ما في عندي فيها ترانزليشن، مش هيك؟ وهذه هون الدمي فيريبل هذا راح نحطه 1 و 3 زيروز، مضبوط؟ هلا روتيشن حوالين مين؟ اكس، الاكس اكسس، فالاكس ما راح تتغير وراح يكون عندي الزاويه هي كوساين كوساين، فراح يصير عندي سي، راح استعمل سي الفا اي ماينس 1، وبعدين راح يكون عندي ماينس ساين الفا اي ماينس 1 ساين الفا اي ماينس 1 كوساين الفا اي ماينس 1. بس احنا اخذنا زاويه سالبه، وين اخذنا زاويه سالبه؟ لا انا بحطها بشكل عام، هلا انت اذا طلعت معك بالروبوت هذا سالبه بتعوضيها هون سالبه. هلا هي الاولى، الثانيه هلا ها عندي displacement، فهي راح تكون displacement along x i minus 1 of a i minus 1. ما عندي rotation، ايش بحط هون؟ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 مضبوط؟ والدمي variable بحط له 3 zeros والواحد، صار عندي translation، ال translation along مين؟ z x x اوكي؟ السهولة هاي، سهولة هذه اتس فيري اتراكتيف انك تعملها بسهل بالشكل هذا السهل، بعدين راح نضرب الأربعة هذول كلهم في بعض. طيب ناخذ اللي بعدها الآن، روتيشن عندي هلا روتيشن حوالين زد اي ثيتا اي، هلا فيش عندي ترانزليشن فراح تكون 0 0 0، الدمي فيربل بحط هون الثلاثة، عندي روتيشن روتيشن حوالين زد، فالزد ما راح يتغير، راح تصير عندي هون كوساين ثيتا اي ماينس ساين ثيتا اي ساين ثيتا اي كوساين ثيتا اي. واخر وحده الكل متذكر هدول اللي عملتوه بالكويز. واخر ايش عندي هون هلا؟ دي حوالين زد اي الونج زد اي دي اي، وهذه عندي هون ترانزليشن، فعندي روتيشن ما في، دامي فيريبل، وبعدين عندي ترانزليشن حوالين الزد بمقدار دي اي. اوكي ماشي، كل واضح فاهم هاي؟